هذا الفيديو برعاية لعبة Far Cry 5. Those that try to harm us will suffer. هلا والله، اليوم من خمسة أشياء جايب لكم حلقة كيف تقدر تغش باستخدام ساعة النظام. مثلا لما تلعب Metal Gear Solid 3، لما توصل عند البوس اللي هو ذا انت، تقدر يا انك تتهاوش معه طبيعي او انك تنتظر لما يموت. طبعا ما لك خلق تنتظر لما يموت، ادخل على جهاز بلايستيشن 2 وغير الساعة، قدمها الاسبوع قدام التاريخ، وبعدين ارجع للعبة بتلقى ذا انت ميت ومنتهي. هذا مثال بسيط. والمميز في الحلقة ان في لعبتين اخترتوها انتم بنفسكم، وراح نحطها ونحط اسم الناس اللي اختاروها. خلونا نبدأ. اول لعبه معانا هي لعبه نير. طبعا هذه لعبه واحده من الالعاب اللي عزيزه علي صراحه، وبتكلم عن تجربه شخصيه. في اتشيفمنت الورده البيضاء، عشان تطلع الورده البيضاء هذه لازم تزرعها في مزرعه فيها اكثر من خلينا نقول بذور تحطها. طبعا الشغل راندوم جدا، يعني نادر تقدر تجيبه. ومو بس كذا، حط الورده بعدين ظهر تنتظر، ما اذكر الفتره الزمنيه بالضبط بس اتذكر كانت طويله، تقريبا 3 ايام او 4، وبعدين ترجع مره ثانيه تشيك الورده هل صارت بيضاء ولا جت ورده ثانيه. عشان ما تتعب نفسك سوي اللي انا سويته وغشيت. اني ايش سويت؟ غيرت التاريخ، قدمته بحيث ان حطيت البذور بعدين قدمت الوقت ورجعت مره ثانيه، طلعت بيضاء. لا، سوي لود مره ثانيه، قدم وقت، لما طلعت بيضاء. وثاني لعبة معانا لعبة Animal Crossing. اللعبة هذه أيضا من الألعاب اللي لعبتها صراحة وكنت أغش فيها لأن الوقت فيها جدا مزعج. مثلا في بياع اسمه توم نوك، محله يفتح من الظاهر الصباح الساعة 6 أو 10 إلين الساعة 6 المغرب أو حاجة زي كذا. طبعا عندنا حنا ما حد ينام لك الساعة 6، فكنت أصغير الوقت على أساس أقدر أدخل السوق حقه إذا تأخرت. هذه واحدة. ثانيا إذا مثلا تبي تزرع حاجة برضو نفس الشيء، تأخذ الوقت وايضا تجيك فلوس عن طريق هذا الشيء، فالوقت جدا كان مهم. ادخل غير ساعه جهاز الجيم كيوب ونفس الفكره. ثالث لعبه معانا هي لعبه كاسلفينيا سيمفوني اوف ذا نايت. ابغى تركز شوي، ركز شوي الحين. اللعبه انزلت على جهازين، جهاز بلاي ستيشن وجهاز سيجا ساتن. البلاي ستيشن ما كانت في ساعه داخل الجهاز، اما سيجا ساتن كان في ساعه داخل الجهاز. كان في قلاده اسمها حجر القمر وحجر الشمس، مونستون وسانستون. فكرة القلادة هذه انك تلبسها من الساعة 6 الصباح لين الساعة 6 المغرب، تاخذ حجر الصباح حجر الشمس، تعطيك ارتفاع في المستوى عندك وتزودك ضربات قوية وتصير احسن. بعدين لما يجي الليل من الساعة 6 المغرب لين الساعة 6 الصباح راح تلبس حجر القمر وتعطيك ايضا قوة نفس الشيء. الفكرة ايش؟ الفكرة ان البلاي ستيشن كانت في ساعة داخل لعبة، فتضطر تنتظر لما يكون ساعة اللعبة الصباح أو الليل. لكن في سيجا ساتن كان بس تقدر تدخل على الجهاز نفسه وتغير الساعة من جهاز سيجا ساتن نفسه، وتقدر تتحكم متى ما تبغى الصباح والليل. وهذا يعتبر غش طبعا، لكنه كان حاجة ممتازة. وآخر لعبتين هي الألعاب اللي أنتوا اخترتوها بنفسكم. أول لعبة منهم معانا هي لعبة فيبل 2، وهذه اختارتها مها من تويتر. طبعا بشرح لكم شرح مها اللي قالت لي. لما تشتري متجر او بيت وتخليه للايجار، تغير الوقت من جهازك راح يجيك مبلغ الايجار او المتجر مع كل ايام اللي طمرتها. يعني بس اشتر بيت وخلى للايجار، الناس يجون يستاجرونه داخل اللعبه، وغير الوقت من جهازك، غير الساعه والتاريخ الاسبوع قدام شهر قدام، فجاه تلقى الايجار اوريدي، جاك الايجار كله وجاك فلوس كثيره بالراحه. جدا حاجه ممتازه وجدا حاجه سهله. اخر لعبه معانا هي من الالعاب الغريبه اللي ايضا لعبتها شخصيا. هذه اللعبه صراحه ما اكذب عليكم كنت متحمس لها ونزلت على جهاز دريم كاست. ليش متحمس لها؟ لانها حاجه جديده، وكانت اللعبه الوحيده في جهاز دريم كاست اللي يجي معها مايكروفون وتستخدمه في اللعبه. وهذه اللعبه اقترحها علينا بدر، اتوقع اسمه بدر BADR، اتوقع بدر اقترحها علينا، اللي هي لعبه سيمان، والحين بشرح لكم اياها. اللعبه اسمها سيمان او رجل البحر. فقط خل جرب اللعبه. فكره اللعبه غريبه جدا. انت يكون عندك بيضه تفقس، بعدين يطلع منها زي السمكه لها وجه، بعدين تسالف معك، تسالك شو اسمك، عمرك، اهلك وينهم، تسالك اسئله شخصيه كثيره مره. ليش تسالك شخصيه؟ عشان تتعرف عليك مع اللعبه، وبرضه احيانا تختبرك على الاسئله اللي سالتك اياها. ما علينا. فكره اللعبه انك تنتظر وقت حقيقي. يعني انا كنت اذكر ما انسى هذه، كنت اجلس العب
مدة ساعتين تقريبا، وبعدين خلاص هو هذا اسمك يقول لي خلاص روح روح اضف وجهك طفش منك يا رجال. شاري لعبة انا ب 300 ريال بلعب 300 ريال كان وقتها ب 300 ريال ابي العب انا، ايش اللي اضف وجهك؟ ايش اللي ساعتين بس ما في. فكنت ادخل غير الساعة حق بكرة ويجي يذكرني اوه صباح الخير ها ايش ودك تلعب زي كذا. مو بس كذا السمكة تتطور، تتطور الى ضفدع، بعدين اخر شيء تطول على الظاهر كائن حي ثاني وزي كذا. فلما تقدم الوقت راح تسرع عملية التطور وما تطفش. فهذه كانت مشكلة أساسية لما تلعب لعبة سيمان الغريبة. وهذه كانت حلقتنا الخمس أشياء. قولوا لنا إذا عجبتكم بالحلقة وقولوا لنا إيش اللي عجبكم فيها، وأيضا شاركوها مع أصدقائكم، وإذا ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا بالقناة وعطونا لايك عساس نجيب لكم فيديوهات رهيبة مثل هذه. وأيضا إذا عندكم ألعاب ثانية حنا ما ذكرناها اكتبوا اسمها تحت واحتمال نسوي جزء ثاني لها ونحطكم فيها اقتراحكم. كان معك بادي الشيحة، شكرا المتابعة، مع السلامة.